شبابهم طليعه مصر ومستقبلها، فقد تقدم لهذه الانتخابات العديد منها وحصل كل من المرشحين على عضويه مجلس الاداره من الشباب، كل من احمد خالد سعيد حسنين 13617، احمد علي محمود 780، احمد هاني زاده 3552، ايهاب احمد حسن عاشور 683، ايه هشام فؤاد 1567، خالد محمد المنتصر 3303، رامي ابراهيم 11039، علي عبد الحميد 585، محمد خالد 849، محمد صلاح عوده 566، محمد ياسر 694، نيره مصطفى 14202، هشام نصر 2 ابراهيم 3520، ياسمين حامد 2241، بناء عليه يكون الفائزون بمقعد مجلس الاداره من الشباب هم كل منهم نيره مصطفى مصر جعفر 14202، احمد خالد سعيد حسنين 13617، رامي ابراهيم مسعود 11039. المرشحون لعضوية مجلس الإدارة فوق السن، كل من أحمد إبراهيم عبادة 748، أحمد سليمان عفيف 15433، أحمد عفيف 1311، أحمد خالد 829، أشرف إمام عبد السلام 708، السيد عبد الحسين سمير محمد 4088، السيد عبد الملك متولي 997، حاتم السيد حامد السيد حسين 921، حسام محسن عبد الله 1048، حسين سيد عبد الحميد 10628، حمدية 8995، رجب أحمد أواش 432، رفعت عبد الرواح 470، سامح سوني سعيد 2446، سيف الإسلام سماح سعيد عبد الله 1141، سيف الإسلام 1380، شريف محمد إسلام 636، شيرين حسين 1928، طارق أحمد عبد العال 610، علاء الدين مختار مقلد 2663، عمرو علي أدهم 10772، ماهر محمد شفيق 421، مجدي محيي شكري 806، محمد أشار 620، محمد أشار محمد حسن 643، محمد طارق